نبدأ جولتنا من كلية ويست بوينت العسكرية في ولاية نيويورك، حيث تم تكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بجائزة سيلفانا ثاير السنوية المسمى باسم القائد المؤسس لكلية ويست بوينت العسكرية. جاء ذلك خلال استعراض عسكري شارك فيه عدد من فيالق الضباط الطلبة، حضره جمع غفير من الجمهور. وننتقل إلى الحدود المكسيكية الأمريكية قرب مدينة سان دييغو أقصى جنوب غرب البلاد بولاية كاليفورنيا، حيث تم إنجاز 8 نماذج أولية مختلفة للجدار الحدودي الذي يرغب الرئيس دونالد ترامب بإقامته على حدود البلدين. النماذج التي تقدر كلفة الواحد منها بنحو $500,000 تعرض حاليا قرب الحدود لتكون متاحة للمسؤولين والمشرعين للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم حولها. وفي يوم الهزة العظيمة الذي تنظمه مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا سنويا، قام الملايين من سكان المدينة بالتدريب على تنفيذ احتياطات وإجراءات الوقاية والحماية من الزلازل وتخفيف أخطارها تحسبا لحدوث زلزال مدمر في المدينة. وتم خلال النشاطات استخدام عربة تقوم بمحاكاة الاهتزاز الزلزالي وتمارين الاختباء تحت الطاولات والدعامات وحماية الرؤوس والوجوه وإجراء الإسعافات الأولية. في كامبريدج بولاية ماساتشوستس يعكف العلماء على تطوير جيل جديد من الأذرع الآلية يمكن إدارتها والتحكم بها عن بعد، ويمكن لمشغل على بعد آلاف الأميال توجيه الذراع الآلية من خلال ارتداء خوذة ومنظار يعطي المستخدم رؤية حقيقية دقيقة لما ترصده عين الذراع الآلية وتوجيهها بدقة لأداء العمل المطلوب باستخدام التواصل عبر شبكة الإنترنت. وأخيرا أعد عريس مفاجأة مفرحة طريفة لعروسه في حفل زفافهما في أوماها بولاية نبراسكا، حيث أحضر جملا تفضله العروس في المزرعة تم تزيينه بربطة عنق، يرافقه عدد من حيوانات المزرعة لتحية العروس التي سرت كثيرا بالمفاجأة وحضور حيواناتها المفضلة ليوم مميز في حياتها.